هاد الحوتة غنحتاج لي عندي هنايا معلقة كبيرة ديال التحميرة، نص معلقة كبيرة ديال الكمون، الكمون البلدي، معلقة صغيرة ديال الهريسة حارة، وعندي هنايا نص معلقة صغيرة ديال البزار، نص معلقة صغيرة ديال السكينجبير، ونص معلقة صغيرة ديال الخرقوم أو الكركم البلدي. عندي هنايا واحد شوية ديال الحامض مصير، عندي هنايا الملح على حسب الذوق، عندي هنايا واحد الضانة صغيرة ديال الزعفران، هذه كتبقى اختيارية، إلا مبغيتوهاش مديروهاش. وعندي التومة وربع قزبر المعدنوس مقطعين بحال هكايا. وندوز دابا نصايبو الحوطة ديالنا نشرملوها، نخلط هاد العطرية بحال هكا. ونحتاج واحد عصير ديال الحامضة، ها هوايا غنديرو هنا، وغنزيد عليه واحد تقريبا نص كاس ديال الزيت، كاس صغير، نخلط بحال ما هكايا باش غنجيب الحوتة غنشرملها. هنايا الحوتة هاني ضاربينها هنايا بالموس ديال بحال هكا، مفلحينها بالموس باش تدخل ليها العطرية ونقي مزيان. صافي دابا غنبدا نشرملها بهاد العطرية اللي درت ليها. بسم الله، صافي دابا نكملها بحال هكا، غنشرملها مزيان بهاد العطرية، ندخل ليها هاد العطرية مزيان ونعاود نرجع باش نكمل التحضير. بعد ما شرملت الحوطة درتها هنايا في اللاطة، حطيتها هنايا في اللاطة، ودزت دابا الخضرة اللي غنحط مع هاد الحوطة. عندي هنايا مطيشة حتى هي شرملتها بنفس العطرية اللي كنت مشرملة بها الحوطة، والفلفلة حتى هي نفس الطريقة، والبصلة عندي هنايا بطاطا مسلوقة مسلوقة حتى هي درت ليها نفس الطريقة شرملتها، وخيزو حتى هو مسلوق مسلوق حتى هو يدوزتو في ديك العطرية. دابا هاديك التشرميلة اللي درت للحوتة دوزت فيها كل هالخضرة، صافي دابا غنستف هاديك الخضرة، غنستف هنايا حتى الحوتة. صافي هادي هي الحوتة ديالنا، انا درت ليها الخضرة بحال هكايا، هذه الخضرة كلها. صافي دابا غندخلها للفران طيب، بعد ما طيب نعاودو نطلقو نشوفو الشكل النهائي. هذه هي الحوتة ديالنا بعد ما طابت، كتجي بحال هكايا. الى عجبتكم الطريقة ما تنساوش ديرو ليا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.